اللي هو ليه من وجهة نظرك الأندية الشعبية مش بتاخد خطوات؟ طبعا في بعض الأندية، يعني انا عارف الإسماعيلي بقى عنده فريق كرة قدم نسائي بقى عنده اكاديميه، او بدا يعني باكاديميه، بياخدوا خطوات يعني، والأهلي بياخدوا خطوات، وده انا مبسوطه بيه على فكره. انا دايما الحمد لله يعني بدعم كل الانديه، يعني الاسماعيلي مثلا هي عضو مجلس الاداره هناك، نانسي القاضي بتواصل معاها وازاي تبدا الفكره، والحمد لله تمت هناك. انديه زي كمان العاب دمنهور، عايزه اقول لحضرتك يعني نادي يمكن مش مشهور قوي في القاهره يعني، ولكن دلوقتي بداوا برضو فكره الاكاديميه اللي هي بتاعت النادي تشتغل على ده. ان انا الحمد لله ما بحاولش ان انا اقصر في ان انا اوصل خبرتي ومعلومه اللي عندي، ان ازاي الانديه في مصر كلها تبقى عندها نشاط كره القدم النسائيه، لان ده هيفرق كتير، وقد ايه ان الثقافه دي بقت موجوده، ان البنت تلعب كوره وعندها مهاره بقت موجوده بالشكل ده. محتاجين ندعم بعض، محتاجين السبورت، محتاجين ان احنا نقول ان احنا عندنا بنت بتلعب كره قدم. طيب امتى بقى السؤال ده؟ انا عارف في نقطه كبيره يعني، بس امتى ابقى طالع الهوا، طالع على الهوا النهارده وبقول منتخبنا للكره النسائيه يفوز ببطوله افريقيا، يصعد لكاس العالم؟ امتى امتى او انت حاطه في دماغك انه انا هوصل بالمرحله دي بعد خطه لمده قد ايه؟ هقول زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا عندنا رؤيه 2030. احنا بنشتغل من النهارده لحد اليوم ده. حققنا ايه لحد ده؟ احنا طول ما احنا موجودين احنا بنشتغل في جميع الاتجاهات عشان نعلي من تصنيفنا، علشان نبقى موجودين، عشان ممتاز. نشارك في بطولات، ممتاز. نوصل للنهائيات ونوصل لده كله فين توفيق ربنا ان شاء الله مع رؤيه الدوله، واكيد احنا في ظهر الدوله ان احنا نحقق ده، وان احنا نشوف منتخب كره قدم نسائيه بيمثل مصر بالشكل اللي باسم مصر. طيب انا دايما اسمع في مصر عن فريق واحد تقريبا بيكسب كل البطولات، هو فريق وادي دجله. مين كسب الدوري؟ وادي دجله. مين كسب الكاس؟ وادي دجله. مين كسب بيلعب في افريقيا؟ وادي دجله. طول الوقت بسمع فريق واحد. هل احنا في المرحله دي واصلين ان احنا بطوله الفريق الاوحد، ولا في فرق تانية ممكن نقول ان هي بوتنشال او واعده انها تحقق بطولات الفتره اللي جايه؟ ما هو دي حقيقه ان احنا عندنا وادي دجله هو فعلا مكتسح ومركز جدا على البطولات بتاعته كلها، هو اللي بياخدها، لان هو بيشتغل بفكر انه اكاديمي شويه، وفي نفس الوقت ان هو الكره عنده، كره القدم النسائيه عنده بقى لها سنين، فهو محدد لها ميزانيه، محدد لها كل حاجه، فهو وبيطور فيها دايما، فهو شغال عليها فعليا. بالعكس انا اتمنى ان يبقى في انديه مختلفه، وده اللي هيفرق جامد، ان يبقى في انديه بتصعد وتبقى موجوده في الدوري، ولو الانديه الشعبيه بقت موجوده في الدوري هتزود من التسويق بتاعه، وهيتشاف المباريات بعد كده وتتبث تلفزيونيا، وده بس عالين طبعا، واتمنى ان يبقى موجود. هو احنا الدوري دلوقتي بتاعنا كام فريق المفروض؟ 11 فريق. الدوري ممتاز. 11 فريق. هل في خطه انه الدوري الجديد هيبدا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله في اكتوبر. احنا توقفنا كتير بسبب كورونا وخلافه، قعدنا فتره كتير الدوري الكره النسائيه متوقف، مظبوط؟ مش قوي، مش قوي. بس الامور ماشيه، 11 فريق دلوقتي يعني، وعندك قسم تاني وقسم ثالث طبعا. هل هيبقى في بث تلفزيوني مباراه الكره النسائيه الفتره الجايه؟ هل في خطه؟ هل انت بتشتغلي على القصه ديت ان الناس تشوف؟ انا عايز، او انا متصور ان مهم الناس تتفرج وتشجع وتساند عشان تحب اللعبه اكتر. اتمنى ان يبقى في بث تلفزيوني للمباريات الدوري كلها، علشان فعلا من حق البنات ان هي تشافه، وانا شايفه برضو ان وجود انديه شعبيه في الدوري هيعلي من ده، وهيدي فكره فرصه كبيره ان المباريات تتبث وتتشاف. اصل هو مثلا جماهير الكوره لو شافوا مباراه بين اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، ولو مش في كره القدم النسائيه، لو في اشبال، لو اللعيبه عندها 8 سنين هيبقى بيتفرجوا عليها وبيحبوا المنافسه، ومين فرقتهم اللي تكسب، زي حضرتك بتقول انه هتزيد كمان من شعبيه اللعبه. بالظبط كده، هتزيد من شعبيه اللعبه. على فكره وادي دجله زي ما هو عنده فريق مميز في كره القدم، هو عنده جمهور مميز للفريق ده. صح، فاهمني ازاي؟ أيوة، عشان الناس ما تستغربش ان هو صحيح النادي مش جماهيري، بس اعضاء النادي كلها بتشجع. بالظبط، بتشجع اللعبه دي يعني، ما تشوف ماتش لدجله تلاقي ليه وراه جمهور كبير، جمهور وادي دجله بيدعم فريقه. فأتمنى ان هو يعني عندنا دجله وعندنا الطيران برضه.